بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم من جديد في الحلقة السادسة من سلسلة رمضانيات، وقد جعلت عنوان هذه الحلقة أصناف الناس في رمضان. في البداية أبارك لكم هذا الشهر الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل. موضوعنا أصناف الناس في رمضان. طبعا في رمضان نلاحظ مجموعة من الأصناف، وأنا حاولت أن أجمع هؤلاء الأصناف وأتحدث عن خصائص كل صنف. الصنف الأول صنف يتخذ من الصوم ذريعة للقلق النفسي والاضطراب الخلقي، فتجده يطور لأتفه الأسباب، وقد يطلق لسانه بالسب والشتم وغير ذلك، حتى تصل الوقاحة أحيانا بالبعض إلى سب الله سبحانه وتعالى وسب الدين بحجة أنه صائم وأنه مقطوع وأنهم مرمضان، وهذه الكلمات التي نسمعها. فبالله عليكم، يعني الإنسان كيف هو صائم وهو يسب الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يستقيم. ولذلك هذا صنف أو هؤلاء يعني يجب أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يخشوا عقابه. الصنف الثاني صنف يعتقد أن صومه يبيح له التخلف عن أداء مسؤولياته وعن القيام بواجباته، فقد يتأخر عن مواعيد عمله أو ينصرف قبل انقضاء وقت العمل. وهؤلاء الصنف أو هؤلاء تجدهم يعني في الإدارات، في المستشفيات، في المدارس. ولذلك يكفي في رمضان أن تذهب إلى بعض الإدارات وانظر متى يبدأ العمل هناك، ومتى يأتي الموظف ليقوم بعمله، والناس ينتظرون، وقد يؤخر الناس عن القيام أو عن تحقيق حاجاتهم التي من أجلها جاءوا إلى هذه المؤسسات. حتى أصبح شهر رمضان عندنا يعني هو شهر الكسل والنوم والخمول، وحنا كنشوفوا هذا الشيء يعني أصبح مسلما والكل يعلمه، وهذا في الحقيقة مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ولما كان عليه الصحابة. ونعلم أن كثير من الغزوات، وربما هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى، إنما وقعت في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان. وأعظم هذه الغزوات غزوة بدر الكبرى، هذه التي سماها الله عز وجل الفرقان، وقعت في هذا الشهر الكريم. الصنف الثالث هو صنف يصوم بالنهار فقط، والليل عندما يحل الليل يقضي ليله في السهرات والمنكرات والمحرمات، فهو في النهار صائم، لكن في الليل يعني يعتقد أن هذه المحرمات التي كانت محرمة عليه أصبحت مباحة، وهذا يعني أيضا يجب عليه أن ينتبه لهذه المسألة. الصنف الرابع هو صنف يقضي يومه نائما أو تقريبا كل يومه، فينام إلى أن تبقى ساعة أو ساعة ونصف أو ساعة، وعى إلى العصر في أحسن الأحوال يظل نائما النهار كله حتى لا يحس بالجوع والعطش، وهذا يحرص على راحة بدنه أكثر مما يحرص على سلامة إيمانه. الصنف الخامس وهو أيضا من شر هذه الأصناف، إلى زيلنا الصنف الذي يسب الله عز وجل، فكين واحد صنف آخر، صنف يظلم الناس، يأكل الحرام، ينفق سلعته بالحلف الكاذب، قد يشهد الزور، المهم يفعل كل المحرمات والموبقات، وهو صائم، فهو صائم عن الحلال، صائم عن الأكل والشرب، ولكن لا يصوم عن الحرام. في مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. إذا كان الإنسان يفعل المحرمات ويشهد الزور ويأكل الناس ويكذب عليهم ويغش في هذا، أي صيام يتبقى له؟ ليس معنى هذا أنه لا يصوم، لا هو يصوم، لكن قد يذهب الأجر، لا يتبقى له أي أجر وأي ثواب من صيامه، فليس له من صيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وصائم لكن هذا الصوم لا يستفيد منه إلا الجوع، بمعنى لا يستفيد منه الأجر والثواب الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الصيام. الصنف السادس والأخير، وهذا الصنف هو الذي نريده، وهو الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، هذا الصنف هو الذي يصوم عن الأكل والشرب والجماع، وأيضا يحرص على ترك المحرمات بكل أنواعها، يحرص على تزكية نفسه بالأعمال الصالحة وبالعبادات، مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.